مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الثاني. في هذا الفيديو سأحدثكم سريعا عما سنتعلمه في الوحدة الأولى من وحدات اللغة العربية. عنوان وحدتنا لهذا الفصل هي أين نحن في المكان والزمان؟ يبدو أن هذا العنوان سيثير في عقولنا تساؤلاً، أين نحن في المكان والزمان؟ أين نعيش ومع من نعيش؟ وكيف نعيش؟ وهل الزمان الذي نعيش فيه هو مشابه للأزمنة السابقة؟ سوف نتطرق لكل هذه التفاصيل في رحلتنا العلمية، حيث سيتم البحث في توجهاتنا للمكان والزمان ورغباتنا والتاريخ الشخصي لكل واحد فينا وتاريخ عائلتنا، وسنستكشف معا صلة الأفراد بالحضارات وما معنى الحضارات أيضا من منظور محلي على مستوى بلدنا الأردن ومن منظور عالمي، وسنقارن أيضا بين عاداتنا وتقاليدنا وعادات الدول الأخرى. أما الفكرة المركزية لهذه الوحدة، ستسهم استكشافات تاريخ العائلة وأصولها في فهم الناس للعلاقة بين الماضي والحاضر، وسنقارن كيف كان أهلنا وآباؤنا يعيشون قديما وحالنا في الوقت حالنا حاليا. أما دروسنا فهي بسيطة وجميلة ومثيرة للتساؤلات. أولاً هو نص العائلة، ثانياً درس عرس ماما وبابا الذي سيساعدنا في مقارنة الماضي بالحاضر والتعرف على مصطلحات جديدة. أما القواعد الإملائية التي سوف نتعلمها في هذه الوحدة هي سنذهب في مراجعة شاملة لأصوات ومقاطع الحروف وتهجئة الكلمات القصيرة والطويلة وعمل الاختبار التشخيصي لمدة أسبوع. أما القواعد النحوية سنحلل ونركب الكلمات والجمل، وسنراجع معا اللام الشمسية والقمرية ونرتب الكلمات لإنشاء جملة مفيدة. أما مهارات التعليم والتعلم، سنتعلم ونركز كثيرا على مهارتي البحث والتواصل. سنتعلم معا كيف نتواصل مع أنفسنا ومع زملائنا بلغة سليمة وبأدب ودون أي صعوبات، وسنتعلم كيف نبحث في مصادر المعلومات التي توفرها لنا المعلمة بالعديد من الطرق، إن كانت صورة، إن كان مقطع مرئي، أو إن كان كتاب أو قصة أو موقع إلكتروني. أما مشروع الوحدة فهو الأكثر متعة في هذه الوحدة، ففي آخر الوحدة فيما يقارب 6 أسابيع من بداية العام الدراسي، سوف تضطر لاختيار فكرة من الآتي. أولها سوف تعود إلى المصادر التي توفرها المعلمة، وتقوم بعمل مقارنة بين عادات وتقاليد العائلة منذ القدم حتى يومنا هذا، أو بين عائلات الأردن وعائلات الدول الأخرى، فلك الحرية في اختيار نوع المقارنة، ولكن سوف تركز على مفهومي العادات والتقاليد والتراث التي قد تكون تعلمتها خلال الرحلة. أما منكم يحب الدراما والتمثيل، سوف تقومون بعمل مشهد تمثيلي يحاكي تقاليد أردنية متعارف عليها أمام زملائك، كأكلات أردنية، كعادات وتقاليد الزواج في الأردن، كعادات بدوية أو عادات أهل الشمال أو عادات أهل الجنوب. سنتعرف على الكثير من هذه الأمور، وهنا
تكون قد انتهت رحلتنا في أول وحدة من وحداتنا لهذا العام. أتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالحماس والنجاح.